السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بتمشى بهالمنطقة هاي وأشوف لكم نوع من الحيوانات تضغط، ما بدري شو همه، جمال، غزلان، بقر، شكل هالنوع من أنواع الجمال ممكن. خلينا نروح نقرب عليهن ونصورهن. ما شاء الله هذاك زي التيس الشامي. طبعا هون كاتبين اتنشن الكتريك فنس، هذا مكهرب، اذا بتصيبه بتتكهرب. هيو شايف، سبحان الله جميل، يعني لا تصيبش. مرة بفيديو بتاع البقر قالوا الشباب مكهرب، فعلا يبدو انه الامور مكهربة. وهاي هون شوف لي ما احلاهن، والله مرتبات، شايف سبحان الله، زي العنز. هاي السودة زي العنز الشامية، وهذول بتحسن زي الجمال. هذول شوف سبحان الله شلون، هايهن شايف. إذا مر على حدا فيكو يقول لنا شو هذا، غنم ولا عنز ولا تيوس ولا شو هني، ولا جمل، نوع من انواع الجمال والنوق، ما بدري. لا جمل صعب لانه ما فيش عليهن شو اسمه، فيش عليهن سنام. شايف هاي السوداء اجت لعندي، هاي قربت. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تعال تعال خليهم يشوفوك المشاهدين. شايف شلون، اي هذا شكله رئيس القطيع، رئيس العصابة. لانه بقول لك شو ماله ابو احمد بصور، اول مره بتشوف واحد مرتب ولايق ومزيون زيي. هذا هن شوف سبحان الله، ما احلى منظرهن ما شاء الله، شيء جميل ومرتب ومتكتك. انا مبسوط فيهن. طبعا منذكر يا اخوان احنا بالشارع العام، وهون حاطين لك انه دير بالك لا تصيبش بتتكهرب. هيو شايف هاي العلامه انه لا تصيب بتتكهرب، حذرناك يا ابو احمد. صور وانت يعني متكتك ومرتب بتعرف يعني، وخليك بعيد عن المشاكل. وانا بقول حاضر والله، انا بس لاني مبسوط فيهن، يعني اول مره يعني بشوفهن. هاي المزرعه هون شايف، هاي الشارع العام احنا، وهناك يعني انا كنت ناوي اروح على الغابه هناك، هناك اذا انها مبينه عليك وغاد. أنا جاي بدي أروح على الغابة، وبصراحة كنت حاب أدور فطر، لأنه إلها فترة شمس يعني الحرارة 20-25 وبتشتي، فالوقت مناسب للفطر، للفطر ممتاز. أما إجيت عاد ومن حظي إني شفت هالحلوات تذوذ اللايقات. يلا السلام عليكم، بدي أروح أشوف فطر أنا، يعني خلص كفي صورناك، ويلا السلام عليكم، يلا ظلوا بالعافية. يلا السلام عليكم. خلينا نروحنا على الغابه وبدي اشوف شو في انواع فطر لانه موسمه هسه. السلام عليكم ورحمه الله.